نازله معاك بمايوه اصفر تطلعها بمايوه ازرق يعني تيجي ازاي؟ النيله الصوت يا عم كان ازرق. ازيك يا ابراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا وحشني. ايه هتحضني وانت مبلول؟ من فرحتي ده انا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي احنا مستنيك في اللوبي. حمامه فين ايامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدا ايه؟ نبدا التمرين. كل حاجه هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غير يا باشا؟ ايوه الباشا الكبير وعم الشباب كلها. والله انت منور شرم. حسام المصري ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطه اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حسام يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد. الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض. انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك. ده انا كنت هموت يا ده. هتغاب عليك يلا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب التوهوة. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد. احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه من نيله بنيله زي وشكوا. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض. انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايز رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد. واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا قاد يا اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقت موت. انت عشان خدتني على اخوانا بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف اللي علم عليه. اخرس يا كلب انت وهو ومحدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي، يعني الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا، اظن بعد اللي حصل ده مش هيتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ يا استاذ هم راحوا فين؟ نعم هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثه نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه؟ بامتياز. طيب ما تعينتش مواعيد ليه؟ عشان في شومه واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت؟ انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا؟ الوسايط عينوا الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه.
بلاد الأساس. بلاد الأساس. انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزلت في الجورنال وعليها صوره قد كده يا باشا، مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا معرفهاش، البت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها واعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على امن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي انت تنفس صناعي يا ابراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. اوكي واحد تو ثري فور فايف سيكس سيف ايت ناين جو لاست وان. اوكي اوكي انا شايف تحسن، بس احنا ماشيين ببطء شويه، كان ممكن نعمل شغل احسن من كده. بص انت اهم حاجه تاكل بغباء وتشيل حديده تقيله وتفرج على نفسك بقى. قول لي انت بتاكل لحمه قد ايه؟ كيلو في اليوم. كم كيلو؟ كيلو. وده بقى مستورد ولا بلدي؟ انا عارف هو اللي بيتحط قدام البزيح. لا طالما كده بقى الف هنا والشفا ومطرح ما يسري امر ابو كبات. يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس بعتولي في الجيم هنا لمده 2 أسبوع وانا هرجعه لك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس بشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهامي في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوف ايه؟ سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3-4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة. ايه ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك الدنيا كلها تقطع اللحمه الا انا، انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمه غاليه و90 جنيه ليه؟ ما في لحمه صومالي ولحمه اثيوبي وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت على رؤوف ايه؟ اسمع تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده، بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي؟ إذا كانت الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة، أحلها لك أنا؟ تهامي، ارجع لشغلك أنا مش فاضي.